بارك الله فيكم، من زوج موكلته بشهادته وشاهد واحد فقط فهل العقد صحيح؟ هذا يرجع يعاد العقد، وإعادته سهلة، يذهب إلى مأذون الانكحاء الذي عقد له ويحضر شاهدين ويعيد العقد. نعم. ما هي أركان العقد بارك الله فيكم؟ أركانه الإيجاب والقبول، أما شروطه فهي أربعة: الشهادتان والولي ورضا الزوجين أحدهما بالآخر وتعيين الزوج أو الزوجة في العقد.